اليوم الرأي ديالي اخويا هو المشاركة هو الشباب ان شاء الله التوفيق تريني وتهلا في الوالدين ديالهم وهذا هو الهدف ديالي الشباب الرياضة شفتي انا قيس الشباب اللي تفرق كونتاكت كوري وحاصل على حزب اسود الدرجة الثامنة في تيكواندو تفرق كونتاكت كوري فانا هبت هاد القاعة اليوم الشباب باش ينشروا هاد النوع ديال الرياضة باش يكون الشمال زاخر بجميع انواع الرياضة باش اي واحد عنده موهبة يكمل عليها بكل اتقان ونحن دائما في خدمة الرياضة والرياضيين فمرحبا بارك الله عليك اخي محمد اليوم حاولنا ان شاء الله خدموا على لا صرم ابنك للشارع وصنع منه بطالا نحاولوا الوليدات كاملين يسبعوا مجال الرياضة ما يبقاوش في الشارع باش ما يتبلاوش ونحاول نعطي ميساج لوالدي الاباء والامهات دخلوا وليداتهم للرياضة باش ما يبقاوش في الشارع شكرا بزاف السلام عليكم معكم يونس النينجا من مدينه فاس جينا لعند الاخ عثمان والاخ عبد الواحد بوغرين للحضور لواحد الحفل الرياضي ان شاء الله اللي غيكون وغيدوز بامتياز وكنتمنوا للابطال فيه التوفيق وشكرا لهم على حسن الاستضافه وتحياتي للناس ديال طنجه كاملين تبارك الله عليك شكرا الهدف ديالنا كنشجعوا على الرياضه كنشجعوا الاطفال ديالنا كنشجعوا الامهات الاباء اي انسان عنده هكا وليدات يحاول يدخل وليداته في التريني راه ماشي ضروري حتى يحترف ويمشي يشارك في مباراه ولا سواء الكومبات ولا السباحه ولا الجيمباس ولا اي رياضه مهم الانسان غير الصحه ديالو كاين مشاكل كاين مخدرات كاين العنف كاين بزاف الحوايج الانسان الا كان رياضي كيحمي راسه من المخدرات ما كيبقى الجسم ديالو كيولي عنده عزيز باش يمشي بليه شي مخدر كيقول لك ما نقدرش انا نكمل في الرياضه وقع له تعرض له شي واحد كتب الله السرقه ولا كيقدر يدافع على راسه وقع له شي مشكل شحال واحد والله العظيم شحال واحد كتكون غير غادي في الطريق كيتصادف معك على الكتف ديالو كيقيسك كينسقفك كيبغي يضربك ولا كنتي متريني وقاد براسك ما كيقدرش عليك الانسان والبنات حتى هما كنشجع جميع الامهات والاباء البنات ديالهم شحال واحد كيتحقر كي عندهم هذيك العقل ديالهم كيقول لك لا بنت ما قدرش ندخل الرياضه بالعكس البنت هي اللي خصها تدخل اكثر من الولد علاش لان راه كاين انا ما هنهضر يعني الهضره راه باينه كاين مشاكل بزاف كتبقى في الدنيا البنت راه تقدر تحمي راسها الا كانت مترينيه المهم هذه رساله لجميع الاباء والامهات وليداتكم ترينيو بهم ماشي ضروري انا كما كنقول اللي احترف بها المهم غير الجسم ديالو هادشي اللي كاين معلم السلام عليكم وتحيه لجميع الحضور اللي حضر معنا في هذه الامسيه الرياضيه اللي ان شاء الله كنطمحوا باش انها تدوز بامتياز وكنشكروا كاع الابطال اللي جاوا اي بلاصه من مدينه طنجه وخارج مدينه طنجه باش يشاركوا في هذه التظاهره هذه وفي هذا المهرجان هذا وكنشكر اي واحد ساهم من قريب ولا من بعيد في النجاح ديال هذه التظاهره هذه اللي هي رساله والهدف منها هو التطوير ديال القدرات ديال الشباب والدفع بهم الى الامام في مجال الرياضه باش انهم يبعدوا على بزاف ديال الحوايج اللي هما خايبين ويدخلوا للرياضه لان الرياضه كما كنقولوا العقل السليم في الجسم السليم والله يوفق الجميع وشكرا على حسن الضيافه وتحياتي لنا في طنجه السلام عليكم اخوتي المغاربه ملسات من المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن عواش مبروكه وهاد النشاط ديال الاطفال اللي كيعجبوني بعدا اول حاجه انا كنشوف وليداتي كيدريني وتعجبني الحال وليداتي ديال المغرب كامل اللي داخل الوطن وخارج الوطن ديما النشاط ديما الضحك شوف ولدك شنو باغي تربي ولدك شوف ولدك شنو باغي راقب ولدك واش باغي يقرا خليه يكمل القرايه ديالو ولدك اللي بغى يدريني خليه يمشي يدريني ولدك بغى يكون راسو العقل ديالو بغى يولي بطل خليه يولي بطل انا من هادشي كامل تحيه الاطفال وديما مع الاطفال وديما بقى مع الاطفال والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ديما المغرب والصحراعي في مغربها والمغربي في صحراعها وصية ديال حسن الثاني وحنا مازال عليها من حد جدودنا خلي وليداتنا مضمونين حتى حنا غادي نخليوهم في بلادنا وليداتنا مضمونين وتحياتي اطفال وتحيه الشباب وبالتوفيق جميع المسلمين من بعد واحد العده سنين طويله ديال التدريب
ماشي غير يجيو السيف ودير به هذه الحركه وهذا بحال افضل صغار. هادشي هذا كيتعلموا الناس بواحد المده اللي هي طويله والتدريب الشاقه باش انك يمكنك دير العروض هادو. ما كنصحش بهم ولاد الصغار في الدار ديالهم ولا شي حاجه. هادو عروض كنبينوا بهم المهارات والدقه ديال التحكم في السيف. واضح ان شاء الله ملي ترينو مزيان الدروس مالو انتم توليو هكا باش غادي نأكدو ونبينو على ان هذا السيف هذا راه ماضي. باش غادي نبينو بالله السيف راه ماضي كما كتشوف معايا. واحد واو واو ماكسي مراهقين الدري هذا بعض المراهقين اللي كيهزوا 14 تجلسوا بهم ولاد الناس وبلاد الناس اللي كشافوا باردن هاو مش اقولوا بطل العالم في المغرب وما كاينش الدعم كنسمي انا شي حاجه بطل العالم 1000 مره. الحمد لله هذا فضل من عند الله عز وجل. هذا فضل من عند الله عز وجل باش يعجبوك الرياضيين. اخلاق رياضه اخلاق هاو فينهم يخرج 14 جري على حومه كامله حومه كامله جري عليها ولكن لا تيخاف الله قابل الصلاه ديالو وتيأدي الواجب على الله عز وجل والحمد لله هو مرتاح نفسيا وعنده بروجي خدام عليهم كتمنى له التوفيق كتمنى له السعاده والشباب اطفال استافدوا استافدوا مزيان من هادشي كامل هو الاطفال يكونوا ان شاء الله قدوه ديال البلاد ويكونوا ابطال. وتحيه المغاربه لداخل الوطن وخارج الوطن وحنا مع السيد الله ينصرو ملك البلاد. وتحيه الاطفال ديال المغرب كاملين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى. Yeah.
محمد جائزة ديالك ناضية وريني السم